السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام كشف تفاصيل مسودة اتفاق حول عائدات النفط. وإلى التفاصيل. دخلت المفاوضات اليمنية السعودية اليوم الاثنين مرحلة جديدة ومعقدة مع تسويق تفاصيل جديدة حول مسودة الاتفاق المرتقب بشأن عائدات النفط. وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام موالية للتحالف، فإن من بين المقترحات حاليا أن يتم توريد عائدات النفط إلى حساب مستقل يشرف عليه الوسيط الإقليمي لنحو عام، على أن تتولى السعودية دفع مرتبات الموظفين خلال هذه الفترة، ليتم بعد ذلك السحب من حساب النفط. وبحسب هؤلاء فإن الخلافات تتمحور حاليا حول نسبة كل طرف، إذ تحاول السعودية الحصول على نسبة لا تقل على 40% من عائدات النفط باسم القوى اليمنية الموالية لها، في حين تصر صنعاء على أن تتوزع كافة العائدات لصالح صرف المرتبات وميزانيات تشغيلية لصالح المؤسسات والخدمات. وحتى الآن يبدو بأن الطرفين حققا تقدما كبيرا، خصوصا مع وصول وفد أممي إلى حضرموت لمناقشة الترتيبات النهائية لتصدير النفط، ومع أنه لم يتضح بعد وسط تقارير عن توجه لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة حكومة صنعاء، إلا أن التوصل إلى اتفاق بشأنه سيعبد الطريق أمام اتفاقيات أكبر بما فيها السياسية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.